هذا وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع أوضاع المصريين بكل من تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر الذي وقع بالدولتين الشقيقتين. وقالت الخارجية أنها تجري اتصالات على مدار الساعة مع وزارتي خارجية تركيا وسوريا للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك. وكانت الخارجية قد تقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري الشقيقين في هذا المصاب الأليم، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة. وفي سوريا ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 900 شخص وإصابة أكثر من 2300 آخرين، وسجلت معظم الإصابات في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس. وتسبب الزلزال في انهيار أكثر من 133 مبنى بشكل كامل و272 بشكل جزئي وتصدع آلاف البنايات الأخرى. هذا وأعلنت مديرية الآثار في سوريا تعرض مبان ومتاحف ومواقع أثرية لأضرار متباينة جراء الزلزال، من بينها قلعة حلب التاريخية وقبة منارة الجامع الأيوبي. هذا وأعلنت تركيا مصرع قرابة 1500 شخص جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، إضافة إلى أكثر من 8500 مصاب. وقال مسؤول بإدارة الكوارث التركية إن فرق الإنقاذ وصلت إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى استمرار عملية التعزيزات للبحث عن ناجين وإغاثة المنكوبين. وأكد أن حصيلة الضحايا ليست نهائية. وفي السياق ذاته قالت متحدثة باسم شركة بي بي أذربيجان إنه تم رصد تسرب نفطي صغير في ميناء جيهان التركي وجرى إيقافه. وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة بازرجيك بمحافظة كهرمان جنوب تركيا على عمق 7 كيلومترات، مما أسفر عن انهيار عشرات المنازل وتصدع المئات. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء الحكومة الاتحادية لتقييم خيارات الاستجابة لمساعدة المناطق الأكثر تضرراً جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. من جانبه أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته حيال الزلزال، وأكد أن برلين سترسل المساعدة للمتضررين من جراء الزلزال.
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن مناطق في تركيا لم تصلها منها أنباء بعد الزلزال المميت الذي ضرب البلاد. وقال متحدث باسم المنظمة إن السلطات الوطنية ستصب تركيزها على البحث والإنقاذ في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك حاجة متزايدة للعناية بالمصابين بالصدمات لعلاج المصابين ودعم المنظومة الصحية كاملة في المناطق المتضررة.